كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولكل ضيوف حضرتك الكرام، كباتننا الكبار كابتن فتحي نصير والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه حسني ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ببارك لك يا كابتن اسلام طبعا، وبارك لكل جمهور النادي الاهلي على الفوز ال 15، والنادي الاهلي بيرفع رصيده للنقطه رقم 45. عقد نهايه اللقاء يا كابتن اسلام، كابتن سيد فرض حظر اعلام على لعيبه النادي الاهلي منع الحديث، نفرح بهذا اللقاء واللقاء انتهى خلاص، عندنا تركيز لمباراه السوبر والمرحله القادمه. فرض حظر اعلام على لعيبه النادي الاهلي يبدا من عقب هذا اللقاء من اجل مزيد من التركيز لمباراه السوبر. بخصوص المؤتمر الصحفي يا كابتن اسلام، الكابتن مستر ريني فايلر تحدث عن ان هو راضي عن نتيجه اللقاء لكن مش راضي عن الاداء في بعض الفترات في المباراه. قال الفوز مهم وشيء مهم جدا، ان انا لما يكون في وقت المباراه المستوى بيبقى قليل ابقى اكون قادر ان انا ارجع للقاء واحرز هدف واثنين، وده نقطه مهمه جدا. اشد نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام ارتفاع معدل التهديف للنادي الاهلي في الربع ساعه الاخير، وان النادي الاهلي عنده النزعه الهجوميه خاصه في اخر الدقائق، ودي شخصيات الفرق الكبيره، الفرق اللي بتدور على بطوله. في نقطه يا كابتن اسلام برضه عايز من خلال حضرتك برضه ان احنا نتكلم عنها، يعني مستر ريني فايلر يعني مع كامل الاحترام لكل الزملاء الصحفيين او الاعلاميين، في اسئله مكرره جدا يا كابتن اسلام بتتسال لمستر ريني فايلر، انت ليه لعبت فلان وليه ما لعبتش فلان؟ هو الراجل دايما بيحب يكون الحديث عن المباراه من النواحي الفنيه دون التطرق ليه انا لعبت اللاعب فلان او ما لعبتش اللاعب فلان، او يعني بعض الاسئله احد الزملاء الصحفيين بيقول له ليه صالح جمعه لحد دلوقتي ما خدش فرصه؟ هو الراجل حابب ان هو يتكلم بس في النقاط الفنيه الخاصه بالمباراه، اشد التبديلات واشد تبديل الكهرباء واشد جيرالدو، ان انا عملت تكثيف للناحيه الهجوميه مع النزول الاثنين. عندنا مباراه مهمه امام الزمالك، مباراه سوبر ومباراه بطوله. خلاص احنا النهارده زي ما انا فرحت اكيد بنتيجه اللقاء وبان انا بحقق الفوز رقم 15، لكن لسه المشوار طويل. خلاص عندنا مباراه مهمه امام الزمالك، راضي عن النتيجه لكن مش راضي عن الاداء في بعض الفترات، لكن كويس ان انا بنهي اللقاء بصوره كويسه وصوره مميزه واجيب هدفين في التوقيت ده، ودي دايما شخصيات الفرق الكبيره يا كابتن اسلام. انا معاك يا كابتن اسلام يا فايز الدكتور. النهارده برضو كنا ملاحظين ان ارض الملعب كانت تقيله شويه، ولا ده طبيعي؟ لا هو بص يا كابتن اسلام، نجيله الملعب بالفعل يا كابتن اسلام كان فيها تقل شويه، حتى هذا الامر اتكلم فيه الجهاز الفني، يعني ما يعني بعد اللقاء اللي فيه تقل شويه في ارض الملعب يعني، واستهلك اللعيبه بدنيا شويه. فمن الامور مهمه جدا اللي اشاد بيها ان الفريق خرج بدون اصابات، دون حصول على يعني اللعيبه اللي كانت عندها انذارين، كويس قوي ان انا ما خدش انذار ثالث، وان العناصر دي كلها تبقى موجوده معايا في مباراه السوبر. فبالفعل يا كابتن اسلام اتكلموا ان المباراه ان الارض الملعب والنجيله كانت ثقيله شويه. طيب الفتره اللي جايه اتكلم عنها، حد اتكلم عن الفتره القادمه او هذا الاسبوع البرنامج التدريبي هيبقى عامل ازاي؟ باذن الله الاهلي هيستني في الفريق الثاني في تدريباته غدا كابتن اسلام في تمام الساعه 1:30 ظهرا. الفريق هيحصل على اجازه يوم الاحد، ثم السفر للامارات يوم الاثنين ان شاء الله، والاستعداد لمباراه السوبر. يعني هيبقى تمرين غدا بمشيئه الله، ثم راحه يوم الاحد، والسفر يوم الاثنين بمشيئه الله كابتن اسلام ظهرا باذن الله. هل اللعيبه انتقلوا او مشوا من الاستاد ولا لسه؟ في اللحظات اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي يا كابتن اسلام، فعلا استقال لعيب النادي الاهلي حافله فريق النادي الاهلي، وبيتوجه النادي الاهلي في طريقه الى القاهره بمشيئه الله، يوصل اللاعبين بالف سلامه. زي ما قلنا برضو في حاله من اللعيبه من التركيز يا كابتن اسلام، خلاص اللعيبه قفلت خلاص فرحه البطوله النهارده، فرحه الفوز، وبيركزوا خلاص بقى في مباراه السوبر، وان هم دلوقتي خلاص عندنا بطوله مهمه جدا وامام خصم زي نادي الزمالك. من الامور برضو المهمه جدا اللي دار فيها حديث يا كابتن اسلام، ارتفاع المعدل التهديف للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي 43 هدف و45 نقطه ما شاء الله، فدي من الامور المهمه جدا. 15 انتصار ايضا، يعني الزملاء الاعلاميين اتكلموا على ال 15 انتصار، مستر ريني فايلر بيقترب من كسر الرقم القياسي المسجل باسم النادي الاهلي ايضا لمستر جوزيه 17 انتصار. نتمنى استمرار المسيره يا كابتن اسلام، وبالتوفيق للنادي الاهلي في المسيره المباراه القادمه، سواء مباراه السوبر او مباراه الزمالك في الدوري
او مباراه سان داونز في البطوله الافريقيه. اخيرا هل هناك تعليقات من اللاعبين ما بينهم ومن بعض بينك وبينهم عن بعد نهايه المباراه عن فوز الزمالك بالسوبر الافريقي؟ لا لا لم يتطرق اللاعبين ابدا يا كابتن اسلام لهذا الامر. هو كان في احتفال شويه من اللاعبين بكهرباء، يعني بعض اللاعبين احتفلوا بكهرباء بعد عقد نهايه اللقاء على الهدف اللي احرزه، وايضا خلاصه الهدف اللي احرزه جونيور اجايه. اللعيبه كلها خلاص يعني قالت يعني لم يتم التطرق لفوز الزمالك على فريق الترجي في كاس السوبر الافريقي. اللعيبه مركزه في مباراه السوبر، يعني حتى باللعيبه لا عندنا مباراه عايزين نفرح الجمهور، في لعيبه عايزه تضيف بطوله ليها في تاريخها مع النادي الاهلي، مستر ريني فايلر ايضا عايز يضيف ثاني بطوله ليه وتكون بطوله السوبر امام الزمالك. ان شاء الله يكون فيها كل توفيق للعبه النادي الاهلي في مباراه السوبر يا كابتن اسلام، ونحتفل ونبارك لبعض ان شاء الله بعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي على الزمالك بمشيئه الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق.